لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب الصف الرابع الابتدائي ابن خلدون اليازمين، معكم الأستاذ أحمد قبلاء مادة الاجتماعيات. اليوم درسنا بعنوان الهجرة إلى المدينة المنورة. طبعا أحبابي الطلاب، كما تعلمتم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ بالدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، حيث آمن معه أقرب الناس إليه مثل زوجته خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وأبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واجه كثير من المشكلات والعقبات، حيث أن المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى الهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد أذى المشركين لهم ومنع من نشر الإسلام في مكة. طبعا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة المكرمة، استمر 13 سنة. بعد أن بدأ بالدعوة استمر 13 سنة في الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. طيب، طبعا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان اسمها يثرب. المدينة كان اسمها يثرب قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها وأصبح اسمها المدينة المنورة، وعاش فيها النبي حتى توفي في عام 11 من الهجرة. إذن متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. طبعا بعد أن هاجر النبي إلى المدينة المنورة بقي فيها 10 سنوات، بقي بها 10 سنوات بالدعوة إلى الله، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا المسلمون يزورون المدينة المنورة الآن للصلاة في المسجد النبوي الشريف. لماذا؟ لأن الصلاة في المسجد النبوي لها ثواب عظيم جدا جدا، وأيضا يسن لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي دفن في المسجد النبوي، يعني الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي في المدينة المنورة. فطبعا الزيارة تكون أو زيارة المسجد النبوي بهدف الصلاة في المسجد لعظم وأجر الصلاة، وأيضا ويسن يعني من السنة إذا الإنسان زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المدينة تقع في غرب المملكة العربية السعودية، وهي تبعد حوالي 400 كيلومتر عن مكة اتجاه الشمال الشرقي. هنا كما نلاحظ مثل ما كما نرى رسم تخيلي للمسجد النبوي قديما، هذا الصورة في الأعلى على اليمين، يعني أول ما بني المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وأصحابه، كان صغيرا مثل كما نرى. الصورة بالأسفل المسجد النبوي حديثا، الآن المسجد النبوي توسع كثيرا جدا وأصبح كبيرا جدا، كبير المساحة. كما نلاحظ في الصورة الثانية طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب. طيب، إذا الموضوع درسنا نحن عن الهجرة، الهجرة إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من مكة المكرمة كما نلاحظ في أسفل الصورة باتجاه المدينة المنورة. طبعا المدينة المنورة شمال مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن راح نتتبع خط سير الهجرة.
نلاحظ الخط اللي باللون الأخضر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق المعتاد، يعني لم يذهب من مكة مباشرة باتجاه الشمال إلى المدينة، إنما ذهب باتجاه الجنوب أولا، جنوب مكة، لكي لأن المشركين كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. طبعا رافق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في هذه الهجرة، يعني اتخذوا طريقا غير الطريق المعروف لكي يبعدوا المشركين عنهم لأجل أن لا يصلوا إليهم، وجلسوا في غار اسمه غار ثور 3 أيام، ثم بدأوا بالرحلة وانطلقوا ثم باتجاه الشمال إلى طريق المدينة المنورة. إلى طبعا مثل ما شايفين المسافة تقريبا 487 كيلومتر، هذه المسافة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة إلى المدينة المنورة 487 كيلومتر، إلى أن وصلوا إلى المدينة المنورة. طبعا في المدينة المنورة هناك معالم كثيرة معروفة، يعني أماكن أثرية، معالم دينية لها قيمة كبيرة جدا، مثل مسجد قباء، عندنا مسجد القبلتين، عندنا مقبرة البقيع لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه بجوار المسجد النبوي، عندنا جبل أحد، عندنا المسجد النبوي طبعا في الدرجة الأولى يعني. طيب الآن نبدأ بالنشاط رقم 1. طبعا أنا ذكرت في البداية أن الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق فقط، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق فقط في طريق الهجرة. طيب النشاط الأول، ماذا نتعلم من قصة هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا أن أبو بكر الصديق هاجر مع النبي ورافق النبي، ماذا نتعلم من قصة هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، التضحية والصبر، حسن الصحبة، التوكل على الله. نتعلم من هذه الهجرة التضحية والصبر. أبو بكر الصديق طبعا كما نعلم أنه كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه وصديقه وأول من آمن به وضحى بنفسه كثيرا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصبر على ما تعرض له من أذى من المشركين في مكة. إذا نعيد، ماذا نتعلم قصة هجرة أبي بكر مع النبي؟ أولا التضحية والصبر، ثم حسن الصحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه أفضل أصحابه كان معه وهو بكر الصديق، وأيضا أو الأهم التوكل على الله. التضحية والصبر، حسن الصحبة، والتوكل على الله. طيب الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. عندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب المدينة المنورة، كما قلنا المدينة المنورة كان اسمها يثرب، فلما وصل إليه النبي غير اسمها إلى المدينة المنورة. طيب طبعا كيف سيستقبله المسلمون الآن؟ عم ينتظروه، لأن المسلمين ينتظروهم بفارغ الصبر، فاستقبله المسلمون فيها استقبالا جميلا، فرحين مرحبين، وأنشدوا يقولون، معروف هذه النشيدة التي قالها أهل المدينة المنورة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ماذا أنشدوا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة طبعا حبا شديدا لأنها بلده، فعندما قدم إلى النبي دعا الله أن يحبب إليه المدينة كما يحب مكة بل أشد. طيب فقد اتسع وطن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في بداية الأمر، إذن المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة ثم هاجروا إلى المدينة المنورة وانتشر فيها الإسلام، واليوم بفضل الله ثم بفضل ملوكنا اتسع وطننا فشمل مناطق نحبها ونفخر بها. طيب بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة المنورة، ما هي أهم الأعمال التي قام بها بعد أن وصل إلى المدينة المنورة؟ عندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قام بعدد من الأعمال التي تؤسس للدولة، ومنها أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد النبوي، بناء المسجد
النبوي. طبعا المسجد النبوي لسه ما كان، لم يبنى إلى هذا الوقت، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. بناء أول عمل إذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة بناء المسجد النبوي. 2، الأمر بالطاعة لولي الأمر، أي أمر المسلمين والصحابة أن يطيعوا ولي الأمر. يعني من هو ولي الأمر؟ أي الحاكم أو الملك أو في وقتنا الحاضر. في ذلك الوقت ولي الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمون أن يطيعوا ولي الأمر. 3، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وما معنى هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كما نلاحظنا على يسار، المسلمون في المدينة المنورة يقسمون إلى قسمين، المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار، من هم المهاجرون؟ هم القادمون من مكة المكرمة، أي أن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اسمهم؟ المهاجرون. أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اسم المهاجرون، هم اللي هاجروا من مكة للمدينة المنورة، يعني هم أهل مكة اللي كانوا في مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هؤلاء اسمهم المهاجرون. أما الأنصار هم أهل المدينة، سكان المدينة من المسلمين، وهم يقسمون إلى قسمين، الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كلهم مسلمين. طيب إن المهاجرين هم القادمون من مكة المكرمة، الأنصار هم سكان المدينة من الأوس والخزرج. طيب نعود إلى الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العمل الثالث، قلنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المهاجرين الذين قدموا من مكة والأنصار لهم سكان المدينة كالإخوة، تقاسموا فيما بينهم المال والبيوت والأعمال وكل شيء، لأن المهاجرين الذين أتوا من مكة ما عندهم شيء، ما عندهم بيوت، ما عندهم أموال، ما عندهم شيء، فالأنصار لهم سكان المدينة تقاسموا معهم كل شيء. يعني مثلا لو واحد عنده بيتين يعطي بيت لمسلم أو أخ له من أهل مكة، كان يتقاسم فيما بينهم البيوت والأموال وكل شيء. من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم 4، وثيقة المدينة. طبعا هذا سنشرحها فيما بعد عندما نأتي إليها. نعيد، ما هي أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة؟ 4 أشياء. 1، بناء المسجد النبوي. 2، الأمر بالطاعة لولي الأمر. 3، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 4، وثيقة المدينة. طيب لا نأتي لأول عمل، ما أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بناء المسجد النبوي، وهو أول عمل قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة، وبناء المسجد النبوي، وقد بناه بنفسه وساعده أصحابه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد الصحابة في بناء المسجد، كلهم تعاونوا مع بعضهم، النبي وأصحابه كلهم كانوا يبنوا هذا المسجد ليصبح هو الحرم الشريف الثاني بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. طيب الآن ننتقل إلى النشاط الثاني، يجيب الطلبة عن الآتي. ألف، حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة على القيام بعدة أعمال، ما أهم تلك الأعمال التي ذكرناها قبل قليل؟ حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة على القيام بعدة أعمال، ما أهم تلك الأعمال؟ أيوة نعم، إذن بناء المسجد النبوي، 2، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، 3، الأمر بالطاعة لولي الأمر. ذكرنا الآن 3 منها: بناء المسجد النبوي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الأمر بالطاعة لولي الأمر. طيب ننتقل إلى السؤال باء، يستنتج الطلبة أهمية هذه الأعمال في تأسيس الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة الآن يؤسس دولة، دولة إسلامية، فما هي أهمية هذه الأعمال في تأسيس الدولة؟ الأعمال التي ذكرناها قبل قليل، ما أهمية هذه الأعمال في تأسيس الدولة؟ أيوة نعم، طبعا أثمرت طاعة ولي الأمر، هذه أول شيء، وبناء المسجد إلى تقوية العلاقة بين المسلمين وبين سكان المدينة المنورة، مما أدى إلى الحفاظ على الأمن وتقوية الدولة. من عيد الإجابة، أثمرت طاعة ولي الأمر عندما المسلمون كلهم كانوا يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم على قلب واحد
ثم بناء المسجد الذي يجمع المسلمين مع بعضهم، كل هذا يؤدي لتقوية العلاقة بين المسلمين. إذا الإجابة أثمرت طاعة ولي الأمر وبناء المسجد إلى تقوية العلاقة بين المسلمين وسكان المدينة، مما أدى إلى الحفاظ على الأمن وتقوية الدولة. عندنا هنا هذه للاطلاع طبعا مساحة المسجد النبوي على مر التاريخ. الآن يوضح لنا هذا الشكل تطور وتوسيع مساحة المسجد النبوي على مر التاريخ. يعني مثل كما نرى في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مساحته 2475 متر مربع، يعني صغير. في عهد الخليفة العباسي المهدي توسع 8890 متر مربع. في عهد الملك عبد العزيز آل سعود 16327 متر مربع. في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 98327 متر مربع. والآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصبح 200000 مربع متر مربع، 200000 متر مربع. يعني إذا مساحته كبيرة جدا. طبعا في الصورة اللي في الأسفل هذه صورة للمسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم، يعني حديثة، صورة حديثة. هذه أكبر توسعة للمسجد النبوي في وقتنا الحاضر. طيب، نحن ذكرنا قبل قليل أنه من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم للمدينة المنورة أربع أشياء، وهي أولا بناء المسجد النبوي، اثنين الأمر بالطاعة لولي الأمر، ثلاثة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أربعة وثيقة المدينة. ما هي وثيقة المدينة؟ نشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمن والسلام في مجتمع المدينة لتأسيس الدولة. ومن أعماله صلى الله عليه وسلم أنه كتب وثيقة، أي تنظم العلاقة بين سكان المدينة المنورة، أي لتنظيم العلاقة بين سكان المدينة المنورة ومن يستقر فيها. طبعا في المدينة المنورة كان هناك اليهود، يعني هذول غير المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه كتب هذه الوثيقة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود. جاء في وثيقة المدينة مبادئ الدولة، يعني هذه المبادئ أو هذه الوثيقة تؤسس لبناء دولة يعيش فيها جميع الناس مسلمين وغير مسلمين. جاء في وثيقة المدينة مبادئ الدولة التي تعطي الجميع من المسلمين واليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة حقوقهم وتوضح واجباتهم. يعني باختصار أنه في المدينة المنورة كان هناك المسلمون وغير المسلمون، المسلمين واليهود. هذه الوثيقة تنظم العلاقة بينهم، كل واحد يعيش وله حق وعليه واجبات. فتضمنت وثيقة المدينة إقرار الحرية في الدين والمال لغير المسلمين، يعني المسلمون لم يجبروا أحد في الدخول إلى الإسلام. كما ذكرت قبل قليل أنه في المدينة كان هناك اليهود وهم غير مسلمين. هذه الوثيقة يعني تقرر أنه لهم الحق أن يبقوا على دينهم اللي هو اليهود، فالمسلمين ما كان يجبروا أحد في الدخول للإسلام، إنما يدعوهم دعوة فقط. فهذه الوثيقة تقر بحرية الدين، إن هم أحرار يبقون على دينهم، وأيضا حرية المال، يعني هم يعملون ويأكلون ويعيشون، هم حرية في العيش والعمل والحفاظ على دينهم، هم أحرار. نحن نتكلم عن اليهود الذين كانوا في المدينة، لكن في مقابل ذلك يلتزموا بواجباتهم، يلتزموا المواطنة الصالحة، المواطنة الصالحة، ولا يخونوا المسلمين أو يتعرضوا لهم، أي يعيشون مع المسلمين، نعم، لا يؤذون المسلمين ولا يخونوا المسلمين ولا يتعرضوا لهم بأي شيء، يكونوا مواطنون صالحون في المدينة المنورة. طيب، إذن هذه أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة. نعيدها للتذكير لأنها مهمة. أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بناء المسجد النبوي، الأمر بالطاعة لولي الأمر، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأيضا وثيقة المدينة.